الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة الواجبة وهي الزكاة حرام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، فالله عز وجل حرم عليهم الزكاة وعلل ذلك لأنها من أوساخ الناس. أما الصدقة النافلة وهي الصدقة المستحبة فإنها لا بأس بدفعها، فإنه لا بأس بدفعها إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بشبه اتفاق عند أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى حتى الصدقة النافلة لا تدفع إليهم، ولكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تدفع إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها من الإحسان، والإحسان لا يمنع عن الهاشمي. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه التمرة، والتمرة شيء يسير، ومع ذلك لم يأكلها صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون من الزكاة الواجبة. ويستفاد من هذا أيضاً أن التمر فيه زكاة، وهي داخلة في زكاة الحبوب والثمار، وبعض الناس يجهل هذه المسألة، فتجد عنده الزروع الكثيرة والثمار الكثيرة ولا يعلم أن هناك زكاة، وهذا لا شك أنه تفريط. وهذا الحديث لا شك أنه أصل في الورع، هذا الحديث أصل في الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أخذ هذه التمرة اليسيرة في نظر الناس إلا الورع والخوف أن تكون مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم محاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال النووي: حاك أي تردد فيه. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل والفوائد. أولاً، في حديث النواس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر هو حسن الخلق، وحسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم الأخلاق هي الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، بأن يراك سبحانه وتعالى عند الأوامر. إذا أمرك الله بأمر فإنك تمتثل هذا الأمر، لأن من الأدب أنك تسمع كلام سيدك وكلام رئيسك وكلام والدك، هذا بين المخلوقين، فكيف الذي يأمرك هو الله سبحانه وتعالى؟ فمن الأدب الواجب عليك أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نواهيه. ثم حسن الخلق مع الناس، وحسن الخلق من أعظم الأعمال وأجلها عند الله، فهي التي تثقل الموازين يوم القيامة، وأكثر ما يدخل الناس يوم القيامة حسن الخلق. وحسن الخلق أمر سهل هين، ولكن الناس تغفل عنه، بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، كل ذلك من حسن الخلق. فحسن الخلق حصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر. وإذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، أو حصر البر في حسن الخلق،
فدل على أن حسن الخلق أمره أوسع مما يظنه الناس، فليست المسألة مجرد تعامل، بل المسألة هي امتثال أوامر واجتناب نواهي، هذا حسن الخلق بمعناها العام. قال: والإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في النفس هل أفعل أو لا أفعل. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا هو القلب السليم. القلب السليم إذا فعل الإثم خشي أن الناس يطلعون عليه، فدل هذا على أنه إثم، يعرف هذا القلب السليم. أما القلب المريض فلا يبالي رآه الناس أم لم يروه، هو لم يخشى الله عز وجل حتى يخشى الناس. ولكن القلب السليم يتردد في فعل المعصية، يتردد في فعل المشتبه، يخشى أن يكون من المعصية فيقع فيه. فلذلك هذه القاعدة: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد يكون هذا الأمر ليس إثما في ذاته، قد يكون أمرا مشتبها، قد يكون حلالا في نفس الأمر ولكنه أمر مشتبه. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه إثما مع أنه قد لا يكون إثما في الأصل؟ الجواب على هذا ما مر علينا في حديث النعمان بن بشير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ولا بد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الذي يقع في الشبهات قد يسم في الشبهة الأولى أنه يقع في حلال ثم في حلال ثم قد يقع في حرام، حرام صريح. فلذلك الوقوع في الشبهات وتساهل فيها يجر المرء إلى الوقوع في صريح الحرام. فهنا القلب السليم لا ينجرف مع هذه المتشابهات ومع الشبهات، بل إنه يسلك مسلك الورع كما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر علينا، أنه ترك هذه التمرة مع أنها قد تكون من الصدقة الواجبة قد لا تكون من الصدقة الواجبة، وهي من الأمر اليسير. فسلوك الورع هو طريق المتقين. الحديث الثاني حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يخطئ في فهمه كثير من الناس، يخطئ في فهمه كثير من الناس، فيجعل قلبه مشرعا، يجعل قلبه مشرعا، كل مسألة يعرضها على قلبه، إن وافقت قلبه عمل بها، ما وافقت القلب تركها. قلبك ليس وحيا، وإنما المراد في هذا الحديث القلب السليم، المراد بهذا القلب السليم. إذا عرضت عليه الأمور المشتبهة فإن القلب السليم يطمئن إلى الخير ولا يطمئن إلى الشر. أما القلب الذي فيه مرض فيها هوى فإنه يتبع هواه ولا يتبع الخير. فلذلك هذا الحديث يغلط في فهم كثير من الناس. في قوله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا في القلب السليم وليس في كل قلب. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا الحديث مسلكه في مسالك الورع، في مسالك الورع، يعني أنك لا تفعل الإثم إذا تردد في صدرك وليس في إقدامك على الحرام. فهذا الحديث في مسلك الورع والبعد عن المتشابهات والبعد عن الحرام. الأمر الثالث أن هذا في الأمور المشتبهة وليس في الأمور الواضحة البينة التي لا شك فيها ولا ريب. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، وهي في الأمور الواضحة التي يطمئن إليها القلب، يعني الدليل واضح صريح، القلب يطمئن إليه واضح. لكن الإشكال في الإثم هو الذي يتردد في القلب ويتردد في الصدر، هل يفعل أو لا يفعل، يقدم أو لا يقدم. فإذا المراد بهذا الحديث في الأمور المشتبهة
التي يشتبه دليلها وتعرض على القلب السليم، فإن يعني اطمأن إليها القلب عمل بها، وإذا لم يطمأن القلب تركها، وإن أفتاه الناس أو لم يفتوه. فإذا أفتاه الناس قد يأتي يعني إنسان ويسأل شخصاً عن مسألة معينة ويفتي بأنها حلال، لكن هو قلبه يرى أنها لا تجوز فيتركها، وإن أفتاك الناس وأفتوك كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمور الواضحة الظاهرة لا تعرضها على قلبك، سلم. يعني الآن بعض الناس تقول له مثلا الأغاني حرام، يقول لا والله بعرضها على قلبي، فيها حديث صريح إيش تعرضها على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، تعرض على قلبك؟ قل آمنت وسلمت، سمعت وأطعت. تأتي مسألة موالاة الكفار، حب الكفار، يقول أعرض على قلبي؟ لا تعرض على قلبك، الله حرمها في كتابه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. وعلى هذا فقس الأدلة الشرعية الصريحة الواضحة لا تعرضها على قلبك، وإنما سلم بقلبك إلى الله، قل آمنت وسلمت، سمعت وأطعت. لكن إذا جاءت مسألة فيها إشكال، الأدلة يعني متشابهة، فيها تعارض في الذهن وليس تعارض في الأصل، لأن الأدلة الشرعية لا تتعارض، قد تعارض في الذهن، أو قد يكون الحديث الثاني ناسخ للأول وهكذا. فإذا جاءتك مثل هذه الأمور اعرضها على القلب السليم، فالقلب السليم يطمئن إلى البر ويتردد في الإثم، فإذا تردد فيعلم أن هذا إثم ويبتعد عنه. فإذا هذا الحديث لا يفهم على غير وجهه ويجعل القلب مشرعا، فإن كان كما يفهم بعض الناس ما احتاج الناس إلى أن يرسل إليهم رسول وينزل إليهم كتاب، كان كل الناس يوكلون إلى قلوبهم وكل يفعل ما يشاء، فليس الأمر كما يفهم كثير من الناس. فإذا البر مطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي هذه الجملة الأخيرة وإن أفتاك الناس وأفتوك فيها أيضا إشارة إلى أن ليس كل من يفتي يؤخذ بكلامه، قد يفتي من يفتي لكن كلامه باطل، خاصة إذا كان هذا الذي يفتي يفتي بغير علم، وما أكثر اللي يفتون اليوم بغير علم. كثير من الناس اليوم يتصدر الإفتاء خاصة بوسائل الإعلام وسائل الاتصال، ومع ذلك يفتي الناس بجهالاته وضلالاته. الإشكال أن الناس يسألون أمثال هؤلاء، وهذه خطورة كبيرة يا أخوان. يعني رجل لا تعرفه لا بعلم ولا بدراسة ولا بجلوس عندها العلم، مجرد أنه عنده حساب في تويتر مثلا ويكتب أنه دكتور كذا أو أنه مستشار شرعي أو كذا، تروح تسأله وانت ما تعرفه. أسأل من تعرف، من تثق بديانته، من عرفت أنه من أهل العلم، جلس عند أهل العلم، درس عند أهل العلم. أما مجرد أنه يضع له صفة اعتبارية أو حساب في مواقع التواصل ثم تعرض عليه كل ما عندك من الأسئلة، قد يكون من شياطين الإنس تستر خلف هذه المعرفات. فالدين لا يؤخذ إلا من أهله، الدين يؤخذ عن أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، أنه يقع في آخر الزمان، أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم دين، العلم دين، فاعلموا واعرفوا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييكم على التوحيد والسنة، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.